الجراحة التجميلية من الجراحات الحديثة والمتطورة والتي أخذت أبعادها في حياة الناس الحديثة. من المشاكل التي تعالجها الجراحة التجميلية هي السمنة، والتي هي من مشاكل العصر الحديث والتي تشكل لحاملها مشاكل نفسية ومشاكل اجتماعية ومشاكل أسرية. وهذه المشكلة يمكن أن تعالج بشقين: شق محافظ عن طريق الرجيم الجيد والأدوية، وشق جراحي وهو الشق الذي سأبحث فيه الآن. الشق الجراحي هو عملية مص الشحوم، وهي عملية كثير من الناس سمع عنها، وتتناول شكلين من السمنة. الشكل الأول هو الشكل إنسان أو إنساني جسمها حلو وظريف فقط في الأرداف أو عند الوريكين أو بين الفخذين، كمية زائدة من الشحوم لا تتناسب مع بقية الجسم. تتم العملية عبر شق صغير وتحت التخدير العام، وتدخل آلة معينة لشفط هذه الشحوم. قد يتبادر هذا السؤال للذهن: طيب شو الفرق بين عملية مص الشحم وبين بين الرجيم؟ نحن بنساوي الرجيم بننقص هالوزن. الحقيقة الرجيم يذيب المدخرات الشحمية الموجودة بالخلايا الشحمية، لكن لا يؤثر على الخلايا التي تولد الشحم. لذلك عندما يقلع الإنسان عن الحمية ترجع هذه الخلايا لتشكل الشحم مرة ثانية. بعملية مص الشحوم بنمص أعداد هائلة من الخلايا الشحمية المولدة للشحم والتي يختزن فيها الشحم، وباعتبار أن هذه الخلايا خلايا محدودة العدد ولا تتكاثر بعد البلوغ، لذلك إذا شفطنا عدد كبير منها فإننا نساعد السمين على عدم نكوس السمن. هذه العملية يمكن أن تساعد كثيرا وبشكل خاص المرضى الذين يتمتعون بأجسام أشكال جيدة لكن السمنة متوضعة بأماكن معينة من الجسم. ولكن بنفس الوقت ممكن أن نساعد، وخاصة بعد أن تطورت عملية شفط الشحوم وأخذت أبعاد جيدة، بحيث أن نساعد المريض اللي وزنه كبير ولو أن هذه الشحوم غير متوزعة بمكان معين إنما شامل، يمكن إنقاص الوزن بشكل كبير. هذه العملية هي عملية جراحية، وكل عملية جراحية يجب أن يدرس المريض من ناحية الصحة العامة بشكل جيد قبل إجراء هذه العملية، ويجب أن تجرى باليد المدربة وبمشفى وتحت التخدير العام.